وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة بدعة. وبعد، فلا نزال في التعليق وشرح وصية لقمان التي جاء ذكرها في كتاب الله تعالى في سورة لقمان، وذلك في قوله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. هذه أول الوصية من لقمان لابنه وهو يعظه، وقلنا الوعظ التعليم والزجر مع شيء من التخويف. وقلنا في هذه الآيات تربية بالوصية والنصيحة. وقلنا في بداية الكلام أظهر لقمان رحمته ورأفته وشفقته بابنه إذ ناداه، قال لقمان ابنه وهو يعظه: يا بني. فيا خطاب إنما هي للبعيد، والمقصود هنا تأكيد ما سيقوله له، كما أن فيها معنى أنها نداء لمفاده أن ينتبه المستمع لما يقال له إلى آخر ما ذكرناه بالأمس، فلا يحتاج إلى أن نعيده. وقوله يا بني بالتصليل، والتصليل مفاده الشفقة والرحمة والرأفة بالمتكلم معه، وهذا أيضا أدب رفيع يستفاد من تربيتنا للأولاد، أن يخاطب بخطاب فيه هذه الرأفة والرحمة والعطف، ما يدل على حرص المعلم والمربي على المربى والمتربي، وأنه صادق في نصحه وتعليمه. قال: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. هذا أول ما افتتح به الوصية، افتتحها بنصيحته بعدم الإشراك بالله سبحانه وتعالى. قال أهل العلم: يظهر من الآيات أن ولده كان مشركا على دين قومه في ذاك الزمان. وقلنا أن لقمان كان قريبا من عهد داود عليه السلام، أو كان في زمنه، وبعضهم يذكر أن له رابطة نسب مع داود عليه السلام كما ذكرنا. وكان الشرك في ذاك الزمان شرك الدهرية، أو الشرك لعبادة غير الله سبحانه وتعالى. فيظهر من الآيات أنه لم يكن على دين التوحيد، فكان متلبسا بالشرك. وقال أيضا: النهي يوجه لمن يكون متلبسا بالمنهي عنه. فلما قال لا تشرك، كان فيه الإشارة إلى أنه واقع في الشرك، أنه واقع في الشرك. لا تشرك بالله، هذا أول الوصية. وقد تضمنت هذه الوصية كما ذكرت ذكر أصول الاعتقاد والأعمال والأدب والمعاملة، وكذلك خلق النفس. فأولها ذكر الاعتقاد، وهو تطهير النفس من الإشراك بالله عز وجل، وهذا أصل عظيم في التربية كما يقول أهل العلم: التخلية قبل التحلية، أي أن يطهر قلبه من الأمور المخالفة للشرع حتى يملأها بما يوافق الشرع. فنهاه عن الإشراك بالله سبحانه وتعالى، قال لا تشرك بالله، نهاه عن هذا الفعل، ألا وهو الإشراك لما فيه من الفساد العظيم. والشرك بالله عز وجل هو جعل غير الله مع الله، أن يجعل الإنسان غير الله مع الله، وأن يصرف ما هو خاص لله عز وجل لغير الله سبحانه وتعالى. والشرك هذا أنواع، منه الأكبر ومنه الأصغر، والأصغر يقود للأكبر،
فأما الشرك الأكبر فهو صرف ما هو من خصائص حق الله سبحانه وتعالى، هو محض حق الله عز وجل. والشرك الأصغر كل ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، فالشرك أعظم ما نهى الله عنه. وقال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فمن مات كافرا أو مات مشركا حرام عليه الجنة، لا يدخله. وأما من مات على التوحيد والإيمان فإنه ولو كان بدت منه معاصي فإن مآله الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة. فالشرك من أعظم ما عصي الله به، أعظم ما عصى الناس الله عز وجل به هو الشرك، وأعظم ما نهى الله تعالى عنه هو الشرك. ولهذا ابتدأ وصيته بهذا الأمر العظيم: لا تشرك بالله، نهاه عن الشرك، لأن الشرك هو أصل الفساد. ولهذا ما جاء في الآيات من ذكر الفساد منها ما يدل على الشرك والكفر، كما في قوله جل وعلا: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. إفسادهم بكفرهم ونفاقهم وشركهم بالله تعالى. فأصل الفساد الكفر والإشراك بالله عز وجل. ولهذا فلا يصلح الناس إلا بتوحيد الله عز وجل، ولا تقوم للمسلمين قائمة إلا بتوحيدهم الله تبارك وتعالى وطاعتهم وإفرادهم الله عز وجل بالطاعة وبالتوحيد وبالعبادة. قال: لا تشرك بالله، أي نهاه عن الشرك وعن كل وسيلة تؤدي إلى الشرك. ووسائل الشرك كثيرة، والآن للأسف منتشرة في الناس: الحلف بغير الله، يقول لولا فلان لم يكن كذا، وينسى الله تعالى، إنما يقول لولا الله ثم فلان، لولا الله ثم فلان. الحلف بغير الله عز وجل، يقول توكلت على فلان أو توكلت على الله وفلان. والرياء والنذر لغير الله، أن ينذر للضريح أو للقبر أو لسيده فلان، أن يذبح لغير الله، الطواف بالقبور، والبناء على القبور، والأضرحة وإشعال وإيقاد الشموع عليها والطواف بها والتقرب إليها ولو بدعاء الله عز وجل عندها، هذا كله من وسائل الإشراك بالله عز وجل، ومنه ما يوقع في الشرك. وكذلك التمائم الشركية، وكذلك السحر والشعوذة وطلب العرافة وما يسمى عندنا بالدرجة التقزان، قزان اللي هو العراف اللي هو المشعوذ اللي هو الساحر، كل هذا من وسائل الشرك. الله تعالى قال: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، أي أن السحر كفر. قال: الشياطين كفروا لما يعلمون الناس السحر، السحر الكفر، وانتشر في الناس ويلبس عليهم، يقال أنه يريد أن يدفع نفسه الضرر أو أن يجلب إلى نفسه النفع، كل هذا تلبيس وتدليس، بل هو شرك بالله عز وجل وكفر بالله تعالى عياذا بالله. هذه كلها وسائل الشرك ينبغي الإنسان ينتبه إليها. فأول وصية: لا تشرك بالله. أول الوصية: لا تشرك بالله، النهي عن الشرك، لأنه أصل الفساد، بل هو الظلم كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. قالوا: إن الشرك لظلم عظيم، هل هي من مقولة لقمان أو من كلام الله عز وجل؟
قال العلماء يحتمل هذا ويحتمل هذا. قبل أن نأتي إلى هذا نرجع ونقول قول لقمان وهو يعظ ابنه لا تشرك بالله فيه الإشارة إلى أول ما يبتدأ في تربيته التربية الإيمانية، يحرص الأولياء على تربية أولادهم التربية الإيمانية، وهذا أصل عظيم في التربية لا يغفل عنه، وينبغي أن يراعى الولد في سنه، يراعى في سنه من صغره إلى 3 سنوات إلى 6 إلى البلوغ، فإنه يعني يتحدث معه بحسب ما يعقل وما يفهم، لكن لا بد من الحرص على هذه التربية التي هي التربية الإيمانية، فيعلق الولد بالله عز وجل من صغره، من صغره من بعد ولادته يتحدث أمامه بما فيه ذكر طاعة الله عز وجل وتعظيم الله وتوحيد الله ودعاء الله سبحانه وتعالى، فإن هذا مما يتحمله ويحفظه سمعه، وهو يسمع والداه أمامه يدعون الله ويتعلقون بالله ويذكرون التوكل على الله ويرجعون الأمور إلى الله ويرضون بالقدر ويردون كلمة قدر الله ما شاء فعل، ما قضى الله لعبده المؤمن قضاء إلا كان له فيه خير، وهكذا. هذا من صغره، ولو كان ابن سنة وسنتين وثلاثين تلك الكلمات يسمعها ترتكز في ذهنه فيتربى إيمانيا على اعتقاد وجود الله، وحدانية الله تبارك وتعالى، على تعظيم الله، على أن في أمر يسمى القضاء والقدر لا بد من الاستسلام له والرضا به وحمد الله عز وجل عليه. هذا أمر غاية في الأهمية، وهو الأصل الأول الذي يعتنى به التربية الإيمانية، ويراعى سن الولد، فما يتعامل التعامل مع ابن 3 سنوات فما دون ليس كما كان أكثر من 3 سنوات إلى 6 إلى 9 إلى حد البلوغ. فهذا الأصل الأول مهم جدا نتحدث عنه إن شاء الله، ألا وهو التربية الإيمانية، والله تعالى أعلم. يقول السؤال: ما حكم بيع سلعة ثمنها 100 إلى أجل ب150؟ مثل سيارة ثمنها 100 إذا بعتها في الحال، أما إذا كان بيع إلى أجل تبيعها ب150، هذا يسمى بيع التقسيط والزيادة مقابل الأجل، وفي خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه لا يجوز هذا الفعل، لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع بيعتين في بيعة مثل هذا أبيعك الآن ب100 وإلى أجل ب50، قال: فله أوكسهما يأخذ الأقل أو الربا، إذا أخذ الزيادة فهي الربا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.